فالحقد غضب على هذا يحقد عليه. هذه الآن القلوب جل القلوب اليوم خربانة بين الناس، هذا يحقد على عالم، هذا يحقد على جارية، هذا يحقد على صاحبها، حقد بين الأقارب وبين. نسأل الله الحفظ والسلام. فالحقد والحسد، اسمعوا إلى هذه الصفات كلها، هذه صفات ذميمة مهلكة. إيش قال صاحب الجوهرة يا أبا اليسر؟ وأمر بعرف واجتنب نميمة، وغيبة وخصة ذميمة كالعجب والكبر وداء الحسد وكالمراء والجدل، فاعتمدي وكن كما كان خيار الخلق حليف حلم تابع الحق، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداعي. صفات مهلكة يجلبها الغضب، وهذه تجلب العكر. يعني إياك أن تصدق إنسانا حقودا إلى قول الله أنا عم بشعر بالروحانيات كذاب، أو عندي مكاشفات كذاب كذاب، هذا أو تجيني كذاب هذا ليه هذا؟ نسأل الله سبيلك، والله عم تنصب عليه أنوار. أي أنوار؟ أي أنوار هذه؟ أي أنوار هذه؟ أي ملائكة تدنو منك؟ نعم، ملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. وسادتنا أهل التصوف يقولون هذه الصفات الذميمة بمنزلة كلاب، يعني في قلبك حقد في كلب، حسد في كلب الحسد والعياذ بالله، اضمار السوء هذا كلب، فالملائكة تهرب منك، ملائكة تهرب أبدا، ملائكة تهرب منك. يعني متى يخشع القلب؟ أنا قرأت القلب عندما يخشع. قرب يا حبيبي، شو سيدي؟ قالوا ملك يمسح قلبه، ملك مسحة ملك، شوف ملك يمسح، فإذا به خشع القلب وذرفت الدموع، الله أكبر. والملك ما يقربك إن كان في إن كان عندك صفة من هذه الصفات. ملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، هذه الصفات الذميمة كلاب، نسأل الله تعالى السلامة. نعم، تخلية وتحلية أبدا عند السادة الصوفية، تخلية وتحلية، تخلية وتحلية، وهكذا الشيخ الرباني عندما تأتي إليه يخرج منك شو سيدي بإرشاداته وصدقه ما فيك من الصفات الذميمة، ثم يحليك بهذه الصفات الحميدة. الله يوفقنا. يقول له تعال يا بطال لنساعدك في الحال، ونعطيك رأس المال ونجعلك منا. ذهبت إلى عطار، قلت له خذ مع قارورة فيها كان فيها مازوت، خذ 1000 ليرة سورية، وضع لي جراما من العود، إن كان صادقا في صنعته ما يرضى، لكن أنت هتخرب لي المصلحة كلها أبدا، اغسلها، أنا عودي ما أضعه في قارورة فيها مازوت أبدا. كذلك هذه الصفات الحميدة ما تصب في القلوب السيئة، لابد من تخلية تنظيف. بعد ذلك وقفنا مرة بالسفر أمام مغسل، سبحان الله سيارات، أخذت عبرة، هذا لما جاء غسل ورش بالماء ثم بالصابون ثم وثم 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 صارت السيارة هكذا تلمع. والله نظرت فتذكرت كلام السادة الصوفية في غسل القلب، ثم تعهد الغسل ثم وثم، يقول وهذه المرآة مرآة الصالحين مثل مرآة العروس، العروس كل يوم تمسح المرآة، أما أنت الآن جدتك عم تمسح المرآة نسيتها، شو بدي أشوف الآن الوجه كله مجعد الآن أبدا، أما عروس كل يوم تمسح هو وبيجيب هاي المواد شو اسمها أبو رشيد؟ ويندكس، اسمع هون ويندكس، بدعي الزهد وعاد ويندكس، هذا الإسراف، شو بدك بكلمه؟ خلاص بالماء، لك التطهير كله بالماء،
بده ويندكس، عبد مأمور. اسمع كمان، عبد مأمور عند المرأة. إن لله وإن إليه راجع، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لا تخف، لست وحدك في هذا. نعم، الله يصرف البلاء عنا وعن المسلمين. نعم، لكن والله شيخنا علمنا وإن شاء الله نسير بهذا. ما يسر، ما يسر حياة كلها أبدا، ما يسر. الله يثبتنا. ما تملكنا عادة إن شاء الله، لا في مطعم لا في مشرب ولا في نوم أبدا. يا الله بسم الله، احرص على ما ينفعك. نعم، قال وأما أثر في القلب، أثر الغضب في القلب مع المغضوب عليه فالحقد، نسأل الله السلامة، والحسد وإضمار السوء، دائما يضمر السوء لمن يحقد عليه، لا أفعل النبي ولا أفعل، والشماتة بالمساءات، يشمت به. وين هذا البارح عم يتكلم، قال لي لكن الحمد لله صحة صحة. آذاه آذاه آذاه، بغتة نزل به، إيه هذا مرض السرطان في بيروت. نعم، فالشيطان شو زين له أن يشمت بأخيه، إنه هذا اللي عم يأذيكم مدة، هلأ نزل فيه المرض. لكن سبحان الله تداركه لطف ربنا سبحانه وتعالى، فذهب إلى أخيه الذي أذاه وصنع به ما صنع. كلهم تجار كبار الأثرياء، هؤلاء يصنعوا بعضهم بعض. قال لي والله تداركني لطف الله عز وجل، فذهبت إليه وأخذته إلى الأطباء وبدأت بعلاجي لوجه الله تعالى، خلاص، ونسيت ما كان منه، ونسيت ما كان منه. هذا من فوائد المرض، انتبه، بديع الزمان ما اسمه؟ سعيد النورسي، لقبه بديع الزمان، يذكر للمرض أكثر من 30 فائدة. من جملة فوائد المرض الصلح بين أصحاب الخصومة، بين المتخاصمين. يقول هناك خصومات كثيرة تطول، ما يحلها إلا المرض. مثل هذا صاحبنا اللي بارك كان عندي، شو سيدي، خصومة بينه وبين أخي منذ سنين، ويصنع صنع بما صنع الآن، هرب من سوريا إلى لبنان، لحقه إلى لبنان، واتصل بالأمن اللبناني وشكى عليه، وأغلقوا له الصالات، وصنعوا بما صنعوا. إبليس. متى تم الصلح؟ من يومين لما نزل بأخيه مرض السرطان، تم الصلح الآن. ذهب إليه وعانقه وأخذه إلى هم. فوائد إيه؟ فوائد المرض، فوائد المرض. نعم، سأل الله السلام.